السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أولادي كل حياتي. عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. أنا النهاردة جاية أقول لكم على خبر مؤسف جدا، وفاة الفنانة دلال عبد العزيز. بجد يعني ده أسوأ خبر سمعته في حياتي بجد، لأني أنا كنت بحب الفنانة دي جدا وبعزها، وهي كانت شخصية محترمة، لذلك جميع الشعوب والسوشيال ميديا كلهم بيحبوها. ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعلها مع الصادقين والشهداء والأنبياء يا رب العالمين، في الجنة ونعمها إن شاء الله يا حبيبة قلبي. خالص التعزية لعائلة سمير غانم رحمهم الله تعالى، وربنا يصبر أبنائها يا رب العالمين ويرحم جميع أمواتنا المسلمين. أنتم السابقون ونحن اللاحقون إن شاء الله. طبعا سبب وفاتها بعد صراع طويل مع المرض الكورونا. ربنا طبعا يرفع البلاء عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين، وربنا يثبتها عند السؤال يا رب. هي دلوقتي يا جماعة محتاجة دعوة مننا، وان حد يقرأ لها الفاتحة، لان البكاء عمره ما ينفع صاحبه هو قراءة القرآن، الدعاء له بالرحمة والمغفرة ان ربنا يغفر له ويثبته عند السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينقطع عمل ابن ادم الا بثلاث: عملا ينتفع به، صدق جارية، ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفت دلال عبد العزيز وهي في سن 61 عاما، رحمها الله تعالى وجعلها في الجنة إن شاء الله، وجعلها بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كنت الصراحة مش محضرة أي حاجة إن أنا أقول لها من شدة الحزن والله، وربنا هو اللي يعلم، لأنها كانت فنانة مخلصة جدا، وربنا يرحمها هي واللي زيها يا رب. كل اللي سمع الفيديو يا جماعة، إن كان أخويا أو أختي، دعا لها بالرحمة والمغفرة. لا يجعل الله لكما بعد وفاتكم من يدعو لكم. أنتم السابقون ونحن اللاحقون إن شاء الله. سبب الفيديو ده يا جماعة أنا عاملاه خالص التعزية لعائلة سمير غانم، مش لمشاهدات ولايكات والله، لا بجد، لأنها بجد أنا كنت بحبها جدا. ربنا يرحمها يا رب، ونتقابل إن شاء الله في الآخرة. وخلاص يا جماعة، أنا كده خلصت الفيديو بتاعي، واللي شاهد الفيديو بتاعي ما ينسنش في اللايك والاشتراك في القناة. يلا مع السلامة، سايبكم في رعاية الله.